احنا ما شفت شي واحد وما كان يجو حتى شي واحد على واحد وضد دوك الانفعالات ديال ردة الفعل فقط اللي كنشوفوها من السلطة نهار وتمشي. احنا بغينا حل جبريل هاد الفوضى، بغينا مدينة زايو ترجع كيما كانت قديمة. مدينة زايو ما كانش فيها الفوضى، هاد الشيء راه غير طرا جديد. لذلك كنناشدو الجميع، خطارة وقصارة وحواتة وكل ما كاين فريق المركب يديروا اليد في اليد، ومعاهم الساكنة والفعاليات المجتمع المدني والمصلين بيبانوا مسدودين بينما نشبوا بلايص خويا مكيين. حشومة علينا كاملين كنقولوها كمسؤولين وكساكنة، نشوفوا هاد الفضيحة قدام بيت الله. نهار اللي كنتبلع ديك الباب انا نقولها بكل صراحة وكفينا الإيمان كاملين مني والفوق أنه ما نسكتوش على ديك الحال. لا يعقل أنك تسد واحد الباب ديال الرحمة ببان الشوامع ببان الرحمة وسديناهم. الخطارة مناشدة لكم الأول، بينوا عن موقفكم. كاين بلايص أخرين انتقلوا ليها، فكوا هاد الحصار على الجامع فكوه، والرزق على المو راه كاين في السما ما كاينش عند بيبان الشامع. كاين داك الشارع انتيردي، سيروا لمؤقتا والتعاون معكم الساكنة شبه حيدوا على بيت الله الحبل، حيدوا. راه الكرة كيمسحوها فيكم، الخطارة كيمسحوا فيكم الكرة. الرزق راه ما كاينش في هاد الباب، كاين في ما مشيت، ولكن تكافوا بيناتكم، تكافوا سيروا نتوما ديروا خطوة، والمجتمع المدني والساكن والمصلين يتبعوكم، لأن حشومة صراحة قال من جبروا جنازة ما نجبروا من فوتوا، من جبروا جنازة مول جنازة تقال فيه في هضرة بحال هذيك الهضرة اللي سمعنا راه عيب. راه كيجي البراني يجيب يحضر الجنازة هنا كيدي علينا الهضرة للمدير الأخرى. الجنازة الإخوة إلا كانت ديال يهودي خص يوقف لها بنادم، وللأسف في هاد المدينة الجنازة ديال البسلم ما كيوقف لها حتى واحد. الجنازة الحبر نهار اللي تشوف اخص نورمال وكسين تجندو نحفتحو لها الطريق، راه الميت هذوك ما كتعرفوش مشاعر اللي كيموت للميت. لذلك الاحباب الكرام حتى لا نوتيل كنقولوا للجميع نبقاو الاخوه متجمعين هكا ومقازرين لهذا الملف باش نفكوا هذه الفوضى ونحلوها بطريقه عقلانيه. كنقولوا لا التدخلات السريعه والاليه والعشوائيه، لان ترك الخطار بغينا له كرامته ترجع. راه البعض منهم حقيقه ما بغاوش هذا الشيء، ما بغاوش يبقاو في الشتاء وفي الشمس وكذا، ولكن كما كيقول هو مكره اخاك لا بطل. حتى هما مدفوعين بالفقر وبالميزيريه وبالسوق اللي تكرفصوا فيه الناس ما بريكلوش. لذلك المناشده للجميع نديروا اليد في اليد، هذا الملف نبقاو نصرخوا عليه ولو كل جمعه على الاقل من صلي وصلاه الجمعه، ونحيوا الجميع على هذا الشكل النضالي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. الاخوان كما كتشوفوا بعدا كنشكروا الموقع ديال زيوسيتي على المواكبه ديالو لهذا الشكل النضالي. ثانيا كنوضحوا للجميع الساكنه ديال زايو بان هذه الوقفه خاضتها الجمعيه يعني المكلفه بتسيير ديال المسجد العتيق على هذه الفوضى اللي كتشوفوا فيها. يعني كتشوفوا المحيط ديال المسجد كيعاني عده مشاكل، مشكل ديال الحوت، عندنا المشكل ديال الدجاج، المشكل ديال الريحه ديال الدجاج. كما كتشوفوا بان كنا خضنا واحد الشكل باننا سدينا الباب الفوقانيه، ومع ذلك كما كتشوف الاخ ولا ممكن يصور انهم رجعوا لنا حتى الباب ديال شارع ابن خلدون. لذلك احنا هاد الوقفه يعني كرساله للجهات المسؤوله انها ترفع علينا هاد الضرر، وكانت رسالة كما سمعتوا في الكلمة حتى الإخوان الخضار يتحملوا المسؤولية ديالهم، لأن هذا الشيء يعني لا يجوز لا في الدين ديالنا ولا في الأعراف ديالنا ولا في الأخوة ديالنا. كاين ناس عجزة متضررين بالإغلاق الباب بهذا الشكل اللي موحد بالمسجد. لذلك يعني كندعيو الجميع أنه يتحمل المسؤولية ديالو باش يفكوا هذه الفوضى إن شاء الله على المسجد. وهذا هو الكلام اللي ممكن نقوله في هذا الموضوع. الله يحفظك. الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. يعني كما كنشوفوا هذه الفوضى اللي دايره بالمسجد، وماشي في الحقيقه غير في المسجد، هي في مدينه زايو كامله. يعني مؤخرا كنشاهدوا انه هناك توتر الاوضاع في جميع يعني شوارع مدينه زايو. هناك اغلاق لبعض الطرقات، هناك يعني تطاول على المدينه من خلال السوق الاسبوعي يتنقل مباشره من خارج المدينه الى داخلها بكل يعني ما لديهم من خضروات وكل شيء. ف
فلذلك يعني درنا واحد هذه الوقفه هذا النهار هذا باش نعبروا على الغضب ديالنا. في الحقيقه انا كنقول الغضب اللي يعني هذا المسجد هذا تبلعوا الابواب ديالو، باقي باب واحد ما غاديش هو اللي باقي على حال يتبلع. يعني الله سبحانه وتعالى كيقول ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا نوع من السعي في خراب بيوت الله، يعني ان يغلق احد ابواب المساجد او ثلاث او اثنان هذا خراب لبيوت الله. فيعني كنشدوا ان السلطات تكون تقدم يعني واحد الحل اللي هو مناسب للذين يعني ياتون الى بيوت الله للصلاه وكذلك للخضاره، باش ما يكونش هناك واحد الظلم واحد الفئه على حساب فئه اخرى. يلقاو لهم الحل، يديروا لهم بلايص لداخل باش ما يبقاوش حايطين من المسجد من كل الجوانب ديالو، ونطلبوا من الله تعالى يكون شي خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه تحيه للموقع ديال zayocity.net على المتابعه ديالو الامور ديال الشان المحلي. فكما تبعوا المواطنين ان هذا اليوم كانت وقفه احتجاجيه امام الباب ديال المسجد القديم، طبعا احتجاجا على هذا الوضع الكارثي اللي كيعيشوا المسجد هنا. فبيت الله محاصر بجميع انواع ديال الفوضى والازبال والاوساخ ومنذ سنين، فان الاوان ان الجميع يتحمل المسؤوليه، السلطه، مجلس، الناس اللي دايرين الفوضى، مواطنين، الجميع خصو يتحمل المسؤوليه ويفك هذا الحصار على بيت الله. فلا يعقل ان حتى الجنائز ما لقاوش من دخلوها، باب ديال المسجد في الاتجاه الشرقي مسدود، فهذا اقدم مسجد في المدينه، فباش يوصل لهذه الحاله هذا امر غير مقبول. ونقول بكل صراحة أن الآن الناس اللي يعني مسبين هذه الفوضى فيبحثوا على حلول. الحل الأول هو أنهم يدخلوا المركب، يدخلوا المركب ويدخلوا لها التوسعة ويبحثوا على أماكن اللي ما يخلقش فيها إزعاج لا للسكان لا للتجار لا للمرضى، لأن لا يعقل أننا نفرضوا فوضى بواحد المنطق يعني غير مقبول. هذه جانب، والجانب الاخر هذه رساله للسلطه ورساله للمسؤولين ان ما يتعاملوش مع هذه الملفات بشكل انفعالي. هذه ملفات تستدعي استمراريه لشهور ولما لسنوات. نتحاوروا مع الجميع ونقنعوا الجميع، واللي ما بغاش يتحاور ويقتنع ويخضع للقانون نطبقوا عليه القانون بشكل واضح، ما غادي يحمي حتى شي واحد. ولكن باش اننا نفرضوا السيبه والفوضى في البلاد بهذا الشكل، اعتقد انه ان الاوان ان الجميع يتحمل المسؤوليه، واول مسؤوليه هو ان نفكوا هذا الحصار على المسجد. ومره اخرى شكرا لكم وتحيه للجميع، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كان نحيي الموقع زيوسيتي على هذه الوقفه، وصراحه يعني راه قايم واحد الدور كبير من حيث ايجاد الحلول لهذه السكنه اللي كنعيشوا واحد الوضع خطير كارثي لهذا الفراشه وهذا الاحتلال الملك العام. وانا عندي واحد جوج حلول كنقترحهم الا بغاو السلطه كيسمعوا لي، ان هذا الشريح هذا ديال هذا اللي انتيردي هذا بحيث ما خدامش يقدر يسقطوا هذا الشريح هذا ويسقفوه مع الاخو مع القزاره، غادي يولي واحد السوق كبير، يعني القزاره والحواته وكل شيء غادي يتجمع فيه، غادي يكون واحد السوق كبير. وبالنسبه هذا تاع الفلاحه البيطريه خرجت منها واحد المده حتى يسقطوها حتى يزيدوها الخضاره، يعني ها هو كيصبح غادي يكبر المركب هما يدخلوا كل شيء. وبالنسبه للسوق الاسبوعي كنقترح عاود ثاني بالنسبه للسوق الاسبوعي التحتاني اللي الخميس، بالنسبه للخضاره اللي كيكون لداخل بغاو هما تحتها برا يديروا واش غيديروا، يوصلوا الساعه 12 ولا الوحده يخرجوا في كاين الجوطيه ويكملوا خدمه تما حتى العشيه حتى المغرب. هذه فكره، الا بغاو ماذا بغاوش المركب تحت المركب اللي كاين السوق المغطي يخرجوا برا لون فاصل سيندا ويبقاو تما حتى الستة، يعني من 12 للستة يخرجوا الصباح يديروا لداخل، ولا بغاو يخرجوا تحتها عندهم من 12 ومن الوحده من الساعه الواحده يخرجوا برا ويديروا يمارسوا التجاره ديالهم. ونفكوا ان شاء الله الحلول، ها انت كل الحل الموجود، يخص تضافر الجهود من المجتمع المدني والسكينه والصوت المحليه. وشكرا لكم.